تمر شركة فيسبوك بأزمة عصيبة تهدد مصداقيتها بعد أزمة تسريب وثائق داخلية تدين المجموعة، تقف خلفها موظفة سابقة فيها. وفي شهادتها أمام الكونغرس قالت الموظفة السابقة فرانسيس هوغن: But I'm here today because I believe Facebook's products harm children, stoke division, and weaken our democracy. The company's leadership knows how to make Facebook and Instagram safer, but won't make the necessary changes because they have put their astronomical profits before people. وطالب السيناتور في مجلس النواب الأمريكي إد ماركي مارك زوكربيرغ بالمثول أمام الكونغرس، ووجه له رسالة قاسية قال فيها: انتهى وقتك في غزو خصوصيتنا والترويج للمحتوى السام وإيذاء الأطفال والمراهقين. وبين حديث هوغن التلفزيوني وشهادتها أمام الكونغرس، تعرض فيسبوك لعطل غير مسبوق أوقف جميع منصاته عن العمل لفترة قاربت 7 ساعات. الانقطاع أدى إلى خسارة في إجمالي إيرادات شركة التواصل الاجتماعي بلغت نحو 100 مليون دولار، في حين تراجع مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ إلى المركز السادس في ترتيب فوربس بعد خسارته أكثر من 6 مليارات دولار، وتراجعت ثروته دون 120 مليار دولار. رد فيسبوك بنفي كل الاتهامات، فيما مصداقيته أصبحت على المحك، والعالم يترقب الخطوة التالية للمشرعين والهيئات الناظمة الأمريكية.